نشكركم برشا سي على البرنامج هذايا، يعيشك. وانا بصراحة نتمنى فيها قعدت الحكاية هذايا فهمتني، خاطر فما ناس بصراحة شو نقولوا ناضلوا معناها فن ياش الشعبي في الميدان هذايا خويا، على الأقل يعمل معاهم ما يكرمهم فهمت كيفاش. على ذكر طاهر بابوشة دريبك حلو برشا، متربي برشا قبل الصنعة ساعة، قبل الصنعة وقبل كل شيء، الأخلاق والتربية بصراحة اللهم صلي على النبي عليه، ما يوجع حد، ما يغير حد، فهمتني، هو من طبعه دافي يقول دافي، يكلمك تكلمه، يكلمك ما تكلموش ما يكلمكش. عازف ممتاز برشا، قبل ما نغني قبل كنت نعزف دربوكة زادة ونعزف بندير فهمتني. يعجبني في خدمته، يقولوا نحن مرتوب برشا، منظم منظم صحيح، وسلواته عزاز فهمت، مش في كل وقت عنده وقت معناها كيف نقولوا في بلايصهم يحطهم فهمت، يغذيك يعني صحيت ما نعرفش كيفاش كيف نقولوا يفوح فهمتني، عنده زينة حلوة صحيت. فما برشا دريبكية ممتازين لكن خويا تر تر خر خر فهمت كيفاش، بصراحة برشا والله ساعة ساعة هي الخبرة تغلب، تجي تستنى دريبكي باش تعمل كيف يوتر لك أعصابك، ليلة كاملة وهي تر 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 مش هكاك فهمت كيفاش. فما حساب صحيت، فما حساب طاهر متمكن برشا، قديم برشا بالحق، نجمو نقولوا هذاك ابونا رغم اللي انا صغير معناه نتسمى ما عنديش برشا في الميدان، مي نسمع قبل وخلطت عليه معناه توا، وتقابلنا في حفلات مع بعضنا مثلا في القبة وفي كرتاج. وعلى ذكر طاهر زاد فما برشا دربكية حلوين، صبر المعمري زاد ما نساوش، رياض المعمري خوه، فما برشا عزف كدربوك ولا كبندير زاد ولا مزود، فما برشا بصراحة يلزمنا نكرموهم فهمتني؟ يعيش ربي يفضلك، يعيش عايش خويا عدو.